السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في جامع الأمير فيصل ابن محمد آل سعود رحمه الله بحي المغرزات في مدينة الرياض أن يقدموا لكم محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح القصير حفظه الله تعالى، وإليكم المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعلنا الله جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وخير الذكرى ما كان بكلام الله عز وجل، بقوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي محكم التنزيل الكريم يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فتضمنت هاتان الآيتان بيان من هم أولياء الله. فأولياء الله هم أحبابه، أهل نصرته وكرامته، جعل الله وإياكم منهم. وصفهم أمران: الأول الإيمان، والثاني التقوى. فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبما جاء به الشرع من الغيبيات يؤمن بها العبد، على ما جاء عن الله، على مراد الله، وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان. التقوى هو العمل، وفعل الواجبات وتكميلها بالمستحبات، وترك المنهيات المحرمات، والاحتياط لها باتقاء الشبهات. فهذا هو التقوى: العمل بالطاعة، ترك المعصية على علم حسبة. هذا هو المؤمن التقي. فولي الله عز وجل هو المؤمن التقي، جعلنا الله وإياكم من خاصة أولياء المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما يتركون إذا ماتوا، فهم آمنون، أمنهم الله عز وجل، لأن الله امتن عليهم بالتوفيق للإيمان وصالح العمل والتثبيت عليه والتوبة إلى الله من التقصير والزلل، فهم آمنون. ولذا قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال سبحانه: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، وإن لم يخف الله في الدنيا خاف يوم القيامة. من أمن الله في الدنيا خاف يوم القيامة، ومن خاف من الله في الدنيا أمن يوم القيامة.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى إن الله عز وجل يخلفهم في ذرياتهم بصلاحهم وحفظهم وكلاءتهم كما قال سبحانه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، فهذا من فضل الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الموت، تبشرهم وتطمئنهم وفي القبر وعند الخروج من القبر ويوم الحشر وعند أبواب الجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذا قال سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى في الحياة الدنيا أنواع، أول تلك الأنواع التوفيق للفقه في الدين، لأن الإنسان إذا تفقه في دينه ازداد عملا فعلا وتركا، فإذا عرف الحلال أحبه ورغب فيه وداوم عليه، وإذا عرف الحرام كرهه وأبغضه واجتنبه وتاب إلى الله ما اقترف منه، وإذا عرف فضيلة سنة من السنن عمل بها ولازمها فازداد عمله، فهو في كل يوم يزداد فقها يزداد علما. ولذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكونك يكون لك همة في التفقه في الدين معرفة الحلال والحرام ووضوح الأحكام هذا دليل أن الله أراد بك خيرا، فاستبشر استبشر. فهذه البشرى الأولى، أن يوفق العبد للفقه في دينه، فما سمعه حفظه وما لم يسمعه سأل عنه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن حدثهم حفظوا وعملوا وإن لم يحدثهم سأل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، أخبرني بعمل يدخل الجنة وباعدني من النار، مرني بشيء أتشبث به. فكانوا يسألون من أجل زيادة العمل، ليش؟ لأن العمر كل يوم في نقص، فإذا لم يعوض العبد زيادة عمل مقابل نقص العمر فهو مغمون. فلذلك كل إنسان حريص على الفقه في دينه. فهذه الأولى، المشارة الأولى. الثانية العمل، الإنسان إذا تفقه إذا عرف الحكم الحلال الحرام الواجب المندوب السنة يعني عمل على طول ولا يتساهل نهائي، لأنه إذا تساهل أصيب بمصيبتين، الأولى فاته العمل وأجره، والثاني نسي السنة. مثال على ذلك السواك، صلاة بسواك أفضل من عدد صلوات بغير سواك، والسواك ما يكلف شيء، بريالين تشتري السواك، خمسة أوقات مع النوافل كلها تتسوق قبله يكون أجرك أعظم مما لو لم تتسوق. تستاك عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، تستاك عند تغير رائحة الفم، تستاك عند اليقظة من النوم، كان يسلم المسواك عنده مع الوضوء يتسوق، يشوف صفاه بسواك إذا قام من الليل يدركه بسواك. فإذا جهلت هذه السنة فاتت كم يفوتك من سنة في اليوم فقط في السواك. آداب الخروج من المنزل والدخول منه، إذا خرجت قل بسم الله، بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المخرج وخير المولج، إذا دخلت قل بسم الله وجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. كم تدخل بيتك في اليوم عند دخول الحمام والخروج منه، في ذكر عند الدخول عند الخروج،
إذا فاتك ذهب عليك عمل خسرته وتنسى السنة. يحتاج أنك تستحضر عند الأكل، عند الشرب، عند خلع الثوب تقول بسم الله، عند خلع الثوب، عند اللبس تقول بسم الله، إذا أصابك شيء، أصاب إصبعك شيء تقول بسم الله، ما تقول أح، تقول بسم الله. فهذه السنن يومية تفوت على الناس كثيرة، يمكن أكثر من 200 سنة في اليوم تفوت على الناس غير واجبة. كم أجر 200 سنة في الشهر وفي السنة وفي 10 سنين من العمر؟ فلذلك العافة هي النسيان، نسيان السنن، الإنسان ما يطبق بعدين ينسى عادي، يصير عادي أنه يتركها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عسله، في رواية قال استعمله. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح حتى يتوفاه عليه. بمعنى أنه في كل فترة من عمره يكون أحسن من السابقة، لأنه أكثر إقبالاً على الله عز وجل، وأنقص عمراً وأدنى من القبر والأجل. فلذلك يكون المسلم في تحسن، كل ما تقدمت من السن يتحسن، يراجع نفسه في الماضي ويتوب من التقصير، يسأل عن ما ينبغي في المستقبل ويعمل به، وما وفق له من الخير ثبت عليه، ما ينساه ويضيع، ما يصير عاطفة يوم يومين بعدين ينسى، لا، استعمل هذا. فهذه البشرى الثانية، إن الله يستعمله في طاعته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وسئل عن أفضل الناس في الإسلام، أو أفضل الناس، قال: من يعمر في الإسلام لتسبيح الله تعالى وتحميده وتقديسه. فإذا هذه بشرى، ما هي هينة، إن الإنسان في كل فترة من عمره يكون أكثر إنابة إلى الله عز وجل، وإقبالا على الله، ورغبة إليه، ورهبة منه، وأدبا معه، بحيث أنه يكون على عمل صالح من حين يستيقظ إلى أن ينام، وعند النوم يتفقد نفسه مما حصل من الزلل في هذا اليوم حتى يمحى قبل أن ينام، ما يبقى دين وغرب عليه. ثم هو في هذا طبيعي سيكون قدوة لأهله ولمن تحت ولايته من خدم ومن عمال ومن كذا، لأنهم يرون عليه أثر الاستقامة ونور الطاعة، فيتأسون به لا شعوريا، يكون يدعو إلى الله عز وجل بأفعاله، وهي أبلغ من الدعوة من الأقوال. فهذه بشرى، ما هي سهلة. البشرى الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. فإذا كان على استقامة عن علم وعمل حسبة، لا بد أنه يرى مبشرات ترغبه في الخير وتنبهه عن المحاذير، يراها أو ترى له، تكون هذه أيضا مما يحفز الهمة ويسمو بالغاية، بحيث الإنسان يكون على طول اجتهاد، لأن الرؤى مبشرات. الرؤية الصالح يراها الرجل الصالح أو ترى له، هذه من المبشرات. كذلك من المبشرات إن الإنسان يثنى عليه خير، والثناء المعتبر هو بعد الموت، إذا مات الإنسان وانقطع رجاء الناس منه أو خوفهم منه، يكادون يقولون كلمة الحق. ولذلك مر عند النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أثنى الناس عليها خيرا، ذكروها خيرا، والله نعم، رجل صالح، الله حسن، بار والديه، راعي صلاة، حافظ، عمود من عمدة المسجد، فأثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بجنازة بعد قليل فأثنوا الناس عليها شرا، ذكروا بشرا، سيء العشرة لجيرانه، لا يشهد المسجد، كذا كذا، يأكل أموال الناس بالباطل، فذكروه بشر. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر رضي الله عنه:
ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في عرضه. فثناء الناس على العبد في حياته وبعد وفاته هذا مبشر بخير، هذه بشرى، إن الله عز وجل جعل محبته في القلوب وأجر الألسن بالثناء عليه، نسأل الله الكريم فضله. فهذه بشرى ليست هينة، عظيمة جدا، لأن الله يسخر ألسنة الناس حتى اللي لا يعرفه فيثنى عليه وهو يمشي على الأرض، وهذه شهادة مدخرة عند الله جل وعلا، وأصدقها ما كان بعد الموت، يوم الموت وبعده. فهذه بشرى ما هي سهلة. كذلك من البشرى إن الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، نسأل الله حسن الخاتمة، يعني في حال النزع، فإنه تحضره الملائكة، فالمؤمن تحضره ملائكة الرحمة، والمنافق أو الكافر تحضره ملائكة العذاب. فالمؤمن يستبشر بحضور ملائكة الرحمة، تحضره ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يملؤون المجلس عنده، فيستبشر ويسر، تبرق أسارير وجهه وهو على فراشه. وذكروا أن ربعي بن حراش رحمه الله من سادات التابعين العباد أقسم بالله ألا يضحك حتى يرى مستقبله، فما ضحك حتى مات وهم يغسلونه يتبسم، لأنه يرجى أنه أري ما يسره. فهذه من البشرى، من البشرى تكون قابل فراق الدنيا وهو على فراش الموت. كذلك أبلغ منها عند قبض الروح، قبض الروح شديد، لأنه فصل الروح عن الجسد، كل ذرة من ذرات الجسد تتألم، أشد من ألف ضربة في السيف. فهذا الأمر يهون على المؤمن بحيث أنه يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة وهو على فراش الموت، فيقال له: أبشر، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة. فلا يكون غائب أحب إليه من الموت، بسيطة، ضربه واحد ينتهي الموضوع، فيستبشر ويسهل عليه الموت، يسهل خروج الروح، فتنادي الملائكة روحه: يا أيتها النفس المطمئنة أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج الروح من الجسد تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فتؤخذ، يأخذها ملك الموت ويسلمها للملائكة الذين معه، فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت، وتخرج لها كأطيب ريح وجدت على ظهرها. فهذه من البشرى. كذلك التثبيت عند شهادة أن لا إله إلا الله، وعند النزع يوفق لأن يقول لا إله إلا الله، تكون آخر كلامه من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا ما هو بالشجاعة والقوة، لا، ولا بالمنصب، هذا تثبيت كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يعرض له حسن عمله فيستبشر ويحمد الله عز وجل ويذكره فيختم له بخير، والمنافق والمرتاب يعرض له سوء عمله فيشمئز ويكره ويأبى أن يقول له، حتى وهو يلقن يأبى. وقد عايش الناس حوادث من هذا.
فهذه من البشرى للمؤمن، نسأل الله حسن الخاتم. كذلك إذا أودع في قبره وذهب عنه مشيعوه وجاءه الملكان المنكر والنكير يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فيقول كيف عرفت ذلك، فيقول قرأت القرآن وعملت بما فيه، فيقال نب قد علمنا إن كنت لموكنا، فيفسح له في قبره مد بصره مد بصره، ويرى مقعده من النار مقعده من الجنة، ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، فيقول يا ربي أقم الساعة شوقا إلى الجنة. وأما ذاك فالعكس، يقول ربي لا تقم الساعة. فهذه من البشرى. كذلك من البشرى أن الإنسان إذا بعث يوم القيامة وإذا الملائكة عند القبر تطمئنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فتطمئنه عند القبر نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأبشروا، يعني هذه البشرى الأخيرة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اطمئن يعني، فكل ما سيمر بك من أهوال الموقف والعرض وكذا وكذا اطمئن لأن نهايك إلى الجنة، خلاص أخذ أمانة. فهذه كلها من البشرى، له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك من البشرى إن الله عز وجل يحاسب المؤمن بينه وبينه، مو على رؤوس الأشهاد، فيقول تذكر غدرتك يوم كذا، تذكر غدرتك يوم كذا، يذكره الله عز وجل، ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيأمن من الفضيحة ويستبشر بحلم الله عز وجل وبجوده وكرمه. كذلك عند الموازين أو عند تطاير الصحف يعطى كتابه بيمينه فيفرح ويقول ها هو اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهذه بشرى في الموقف. كذلك عند الوزن تثقل الموازين فيفرح ويغتبط، كذلك يرى أن الله عز وجل أعطاه من الجزاء ما لا يتصور. أول شيء إن الله جازاه بمعدل أحسن العمل، لا بأوسطه ولا بأدناه، كرم من الله سبحانه وتعالى. وثانيا إن الله عز وجل ضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، أجر عظيم ما يتوقع ولا يخطر على بال، كرم من الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الله أعطاه أجرا غير مقابل عمل، كما قال يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه كلها من البشرى التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. في الجنة إذا دخلوا، دخل المؤمنون الجنة يناديهم منادي، يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تزحزحنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة، يعني ما لنا حاجة، فيقول سبحانه أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، بشرى. كذلك من البشرى أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالملك بالموت، بالموت يؤتى به على صورة كبش عظيم، فيجعل بين الجنة وبين النار، فيقال يا أهل الجنة فيشرأبون ترتفع أعناق النضرون، ويقال يا أهل النار فتشرب أعناق النضرون، فيقال هذا الموت،
فيذبح، يذبح بين الجنة والنار، يعني لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرح، نسأل الله الجنة، ويزداد أهل النار ترحا إلى ترح، حزن إلى حزن، أعوذ بالله من النار. هذه بشرى. كذلك من البشرى أن الله عز وجل يعدهم يوما يذهبون إلى مكان يسمى المزيد، فيتجلى الله عز وجل لهم فينظرون إليه، فما أعطوا نعيما أعظم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه بشرى، فإذا قرأ المؤمن هذه الآية يستبشر ويستحضر ويبكي، يبكي لأنه عطى غير ممنون، عطى كرم، عطى جود، عطى فضل، كل هذا بالله ومن الله، ما هو منك. الله اللي من عليك وخلقك، والله عز وجل الذي من عليك وأحسن خلقك، والله عز وجل الذي من عليك وأرسل لك محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والله الذي من عليك أن جعلك تقبل هذا الهدى ودين الحق، والله الذي من عليك أن أعانك على الإخلاص له سبحانه وتعالى في العمل، ومن عليك أن تاب عليك من التقصير والزلل وكثر أسباب المغفرة والتكفير، كثرها سبحانه وتعالى، وكثر أسباب مضاعفة الحسنات، وثبتك على ذلك حتى لقيت. فالمنة لله أول وآخر، كل هذا عطاء من الله، هو الذي ابتدأ به، ما أنت فرقت، هو الذي ابتدأ به سبحانه. فالفضل الله من قبل ومن بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جعل الله وإياكم من يفرحون بهذه البشارات كلها ويسلمون من الندامة والخسارات في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله. نسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.